مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في كل مكان تتابعون منه بيت للكل. اليوم لدينا سؤال نطرحه من خلال هذا اللقاء، سؤال في ذهن الجميع، السؤال: متى ينتهي هذا الكابوس الذي نشاهده يوميا في قطاع غزة؟ متى يتوقف نزيف الدم؟ متى تتوقف هذه الحالات الغير إنسانية التي تتعامل مع أهالينا في قطاع غزة؟ ومتى يتوقف الحرب بشكل عام؟ ولكن السؤال الأبعد، إذا توقفت الحرب وهناك هدنة، ولكن متى يتوقف هذا الاحتلال؟ أو متى نقدم لفلسطين الحلول بأن تصبح دولة؟ أو الأفضل والأحسن، متى يرفع علم فلسطين ونحتفل؟ هل سيكون هذا في هذا العام الجديد؟ هل هناك حلول؟ الأسئلة كثيرة جدا. اسمحوا لنا الليلة بلقاء جديد في بيت للكل. شكرا شافتي، وبالفعل هذا هو خير مثال ما ذكرتي، الوباء ووباء الاحتلال بكل تأكيد إلى زوال، وفلسطين ستكون حرة يوما ما، والشعب الفلسطيني يقاوم هذا الاحتلال ويقارعه، وهذا ما كفلته له كل الأعراف والمواثيق الدولية بمقاومة الاحتلال بكافة الأشكال والسبل. ومشاهدينا، بكل تأكيد نحن معكم في إطار هذه الحلقة من بيت للكل، ونتوقف مع هذا العدوان المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني وهذه الأيام الطوال من المعاناة والمجازر وحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مدعومة بكل تأكيد من الولايات المتحدة الأمريكية التي تمدها بالمال وبالسلاح وبالمواقف كذلك في المنظمات الدولية المختلفة. نحن في الأردن ليس لدينا شيء إلا غزة. الحديث والهم على المستوى الرسمي وعلى مستوى الشارع الأردني هو غزة. هدف الدولة الأردنية دائماً بقيادة جلالة الملك أولاً هو وقف إطلاق النار في غزة، وأيضاً إنهاء هذه الحرب، وأيضاً إدامة المعونات الإنسانية لأهلنا في غزة حتى يبقى هنالك صمود، وحتى يكون هنالك مقومات للحياة الإنسانية. الأردن الشغل الشاغل لها هو الحقوق الفلسطينية وإنهاء هذه المجزرة الإنسانية. الأردن اليوم يقف إلى جانب حتى إفريقيا في تقديم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. هذا هو الأردن الذي يربطه بفلسطين الشريان والوريد دائما منذ بدء القضية الفلسطينية. فنحن هنا شعب واحد وليس شعبين. هذا هو الأردن بموقفه العروبي، وهذا هو شعب الأردن اتجاه أهلنا في فلسطين، فهم الأهل وهم الأحبة، ونحن دائما مع الحق، فالفلسطينيون هم أصحاب الحق. أما ما تسمى إسرائيل فدائما أقول هي أسوأ ما أنتجت الأرض البشرية من بشر.